بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 118. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا الماضية في حديثه عن اللقيط، ووقفنا عند قوله: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن من صفات اللقيط أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، لأنه لو عرف نسبه ألحق بمن ينتسب إليه ولا يكون لقيطا، وكذلك لو عرف رقه أنه مملوك لبني فلان فإنه يلحق بسيده ولا يكون لقيطا. فإذا لم يعرف له نسب ولا رق فهذا هو اللقيط. لكن لو ادعاه أحد، لو ادعاه أحد رجل أو امرأة مسلم أو كافر أنه قريبها وأنه ولده فإنه يلحق به، لما في ذلك من الإحسان إلى اللقيط. ففيه حظ للقيط، فإذا ادعاه أحد فإنه يلحق به لما في ذلك من المصلحة له وعدم المضرة. نعم. هل ينتظر أن أحد يقر على نفسه أن أب للقيط أو أم؟ يقول هذا ولدي ضاع، يقول هذا ولدي ضاع أو هذا مملوكي ضاع أو أخذ مني أو سرق مني، يمكن هذا. نعم. قال: لحق به ولو بعد موت اللقيط. ولو بعد موت اللقيط، لأجل أن يثبت نسبه، لأجل أن يثبت نسبه، وربما يكون للقيط أولاد فيثبت نسبهم بذلك، ففيه مصلحة. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة. إذا ادعاه كافر ألحق به كما سبق، لكن لا يتبعه في دينه، بل يحكم بإسلامه، يحكم بإسلام اللقيط. ولو ادعاه كافر وألحق به فإنه لا يلحق به في الدين، وإنما يلحق به في النسب، لأن بقاءه أو الحكم بإسلامه هذا من حظه، أما لو حكم بكفره فهذا ليس من حظ اللقيط. نعم. إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. لا يلحق بالكافر في دينه إلا إذا أقام الكافر بينة من شهود اثنين فأكثر أن هذا ولد على فراشه، فإذا ولد على فراشه ألحق به في الدين، لأنه ثبت أنه ابنه بالبينة، وابن الكافر يلحق به في الدين. نعم. قال: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. إن اعترف اللقيط بالرق مع سبق ما ينافي الرق فإنه لا يقبل منه ذلك، لأن الأصل الحرية، وإن لم يسبق ما ينافي ذلك فإنه يحكم عليه بالرق أخذا له بإقراره، يحكم عليه بالرق أخذا له بإقراره مع عدم المنافي. نعم. أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه فلا يحكم بأنه كافر من الأصل، لا يحكم بأنه كافر من الأصل، لأن الأصل في من وجد في بلاد المسلمين أو مع المسلمين فالأصل أنه مسلم، فلا يحكم أنه كافر أصلي، لكن يحكم عليه بالردة. وقلنا يحكم أنه مسلم بالدار بموجب الدار، لكن لو قال إنه كافر فإنه يحكم عليه أنه مسلم ارتد بهذه الكلمة أو بهذه الدعوة فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، أعوذ بالله. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. إذا اللقيط لا يعرف له نسب لكن تقدم جماعة كل منهم يدعي أنه ابنه أو قريبه، ونحن قلنا إذا اعترف به أحد ألحق به كما سبق. نعم، هذا إذا لم يكن فيه منازعة ومشاحة، أما إذا كان فيه مشاحة فإنه يطلب منهم البينة، فمن أقام البينة على أنه ابنه أو قريبه فإنه يلحق به عملا بالبينة، والذي ليس له بينة لا يثبت له حق، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، البينة فإذا أقام أحدهم البينة على أنه قريبه ألحق به، والذي لم يقم بينة ليس له شيء. نعم، قال وإلا فمن ألحقته القافة به. إذا لم يكن لهم بينة، كلهم ما معهم بينة، أو كلهم أقاموا البينة، كل منهم أقام البينة، تعارضت البينات حينئذ ووجودها كعدمها تتساقط، فلا بد من عرضه على القافة وهم الذين يعرفون الشبه. القافة قوم يعرفون الشبه، وهذا موجود في العرب. نعم، وهذا موجود بالعرب، واشتهر به ناس من العرب يعرفون الشبه، منهم مجزز المدلجي الذي جاء إلى زيد بن حارثة وأسامة ابنه وهما ملتحفان بقطيفة وظهرت أقدامهما، فنظر إليهما إلى الأقدام فقال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعرف الشبه وعرف أن أسامة ابن لزيد بالشبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا شيء معروف عند العرب، فيعرض على القافة فمن ألحقته به ألحق به، لأن قول القافة ينزل منزلة البينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله باب الوقف. الوقف معناه مثل التسبيل، الوقف والتسبيل بمعنى واحد، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يحبس الأصل عن البيع والشراء وعن نقل الملك، ويسبل المنفعة في أعمال البر، هذا هو الوقف. والوقف من خصائص هذه الأمة كما جاء في الحديث، ودل عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، بأن يوقف الإنسان شيئا من ماله يستمر نفعه
بعد وفاته وأجره يجري عليه بعد وفاته، وهذا عمل طيب وثواب يتصل لصاحبه ما دام هذا الوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون، قال جابر بن عبد الله: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. وجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي أرضا بثمغ هي من أنفس أموالي وإني أريد أن أوقفها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. فوقفها عمر رضي الله عنه، والحديث مشهور وصحيح في البخاري وغيره. وخالد بن الوليد رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. فدلت الشريعة على مشروعية الوقف، وفيه فضل عظيم لأنه يجري على صاحبه بعد موته. فينبغي لأهل اليسار وأهل الغنى أن يوقفوا شيئا من أموالهم للبر والإحسان، إما على جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس، مدارس العلم والفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين، وإما على أشياء معينة كمسجد من المساجد أو شخص من الأشخاص، وهذا ما يسمى بالوقف على المعين. والنوع الأول الوقف على الجهة، على جهة البر. فينبغي لمن يستطيع أن يوقف أن يوقف شيئا من ماله يبقى حبيسا عن البيع والهبة والتصرف ونقل الملك، ويستغل مغله للصدقة والإحسان واتصال الثواب لصاحبه بعد موته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا تعريف الوقف: تحبيس الأصل الذي هو المال، وتسبيل المنفعة أي جعلها سبيلا في وجوه البر وأعمال الخير. فالأصل يحبس بمعنى أنه يمنع بيعه وهبته وإرثه ونقل الملك فيه، والمنفعة تكون تصرف في أعمال الخير وأعمال البر. نعم. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. يصح الوقف بالصيغتين: القولية والفعلية. والصيغة القولية على نوعين: صيغة صريحة وهي ثلاثة ألفاظ، حبست ووقفت وسبلت، هذه الصيغة الصريحة من صيغ الوقف القولية. وأما الصيغة الكناية غير الصريحة فهي أيضا ثلاثة ألفاظ: تصدقت وحرمت وأبت. إذن الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: صيغة صريحة، والصريح هو الذي لا يحتمل غير الوقف، وصيغة كناية وهي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره. الصيغة القولية ثلاثة ألفاظ: حبست أو حبست وأوقفت وسبلت. والصيغة الكناية هي تصدقت وحرمت وأبت. وأما الصيغة الفعلية فكما يأتي بتمثيل المصنف: كأن يجعل أرضه على هيئة مسجد ويدعو للصلاة فيها، أو يجعل أرضه على شكل مقبرة ويأذن للناس
بالدفن فيها ولو لم يتلفظ ولو لم يقل هذا مسجد أو وقفت هذا مسجدا أو وقفت هذا أو سبلت مقبرة، فمجرد فعله الدال على الوقفية يجعله وقفا، أو جعلها مقبرة وأذن للدفن فيها لعموم الناس، الدفن فيها لعموم الناس، كذلك الصلاة في المسجد لعموم الناس. أما لو صلى فيها هو أو بعض الأفراد فهذا لا يدل على أنها مسجد، وكذلك لو دفن فيها قبر أو قبران فهذا لا يدل على أنها مقبرة، وإنما الكلام إذا أذن للناس في الصلاة في الموضع أو أذن للناس في الدفن الموضع إذنا عاما فهذا يجعل هذا المكان وقفا، وذلك بالصيغة الفعلية الدالة على الوقفية. نعم. أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. نعم، أذن للناس في الدفن فيها. نعم. أما لو دفن فيها القبر والقبرين ولم يأذن للناس عموما فهذا لا يجعلها مقبرة. نعم. وصريحه وقفت وحبست وسبلت. صريح اللفظ ثلاثة ألفاظ، وقفت هذا نص لا يحتمل غير الوقف، وحبست هذا أيضا صريح لا يحتمل غير الوقف، وسبلت هذا أيضا صريح لا يحتمل غير الوقف، فإذا صدر منه أحد هذه الألفاظ صار المال وقفا. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. الكناية هي اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل، والمراد بها هنا ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره، فهذا لفظ الكناية لا يدل على الوقف إلا بضميمة شيء آخر معها كالنية، فإذا نوى بها الوقف هذه الألفاظ صارت وقفا، أو أنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كان يقول تصدقت بهذا مسبلا أو موقفا أو محبسا أو محرما أو مؤبدا، فإذا ضم إليها نية أو ضم إليها لفظا آخر يدل على الوقفية صارت وقفا، أما مجرد الكناية بدون نية وبدون ضميمة ما يدل على الوقفية فإنها لا تدل على الوقف. نعم. قال فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة التي ذكرناها، لأن ألفاظ الوقف ستة ألفاظ، منها ثلاث صريحة ومنها ثلاث كناية. كناية. نعم. فإذا اقترن بأحد الألفاظ بقية الألفاظ الخمسة صارت وقفا، كما لو قال تصدقت بهذا وقفا أو تحبيسا أو تسبيلا أو تحريما أو تأبيدا فإنه يصير وقفا، أو لم يتلفظ بأحد الألفاظ الخمسة لكن نوى بقلبه مع هذا التلفظ أن هذا وقف فإنه يكون وقفا بنيته. نعم. أو حكم الوقف، أو يتصل به حكم الوقف، كأن يقول تصدقت بهذا أو حرمت هذا أو أبدته لا يباع ولا يوهب، فقوله لا يباع ولا يوهب هذا هو حكم الوقف، فإن الوقف لا يباع ولا يوهب، فإذا قرن هذا مع قول مع الكناية فهذا يدل على الوقف. نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما. يشترط في الوقف أربعة شروط، الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به دائما، أن يكون مما ينتفع به دائما، فإن كان الوقف لا ينتفع به إنه لا يصح لأنه لا فائدة منه، أو كان ينتفع به ثم ينقطع، ينتفع به مدة ثم ينقطع ويصبح لا نفع فيه فإنه لا يصح وقفه أيضا، أو كان يتلف مع الانتفاع به كالأكل، كالطعام إذا أكل، الطعام إذا أكل والماء إذا شرب هذا يتلف باستعماله فلا يصح وقفا، إنما يصح وقف ما يمكن الانتفاع به
مع بقائه واستمراره، هذا الشرط الأول. نعم. قال ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به، من عين يخرج بذلك ما في الذمة، لا بد أن يكون الوقف شيئا معينا كالدار وكالفرس وكالأرض والثياب وغير ذلك. أما لو قال لو وقف شيئا في ذمته دارا أو شيئا ليس له وجود الآن وإنما هو في ذمته، يقول إني وقفت دابة سأشتريها أو سيارة صفتها كذا سأشتريها أو وقفت دارا صفتها كذا سأشتري أرضها وأبنيها، فهذا لا يكون وقفا لأنه لا وجود له عند التلفظ. نعم. قال من عين ينتفع به، من عين يعني من عين يعني غير دين غير ما في الذمة. نعم. ينتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه يخرج الذي لا يبقى عينه، يبقى عينه مع الانتفاع به كالأكل والشرب. نعم. أو كالمأكول والمشروب. نعم. كعقار وحيوان ونحوهما، يصح الوقف ثابتا ومنقولا، يصح الوقف في الأموال الثابتة كالأراضي والعمارات والبساتين، هذه يقال لها أموال ثابتة، والمنقولة كالسيارة والفرس والسلاح والثياب، فيصح الوقف في المنقول أيضا، لأن خالدا رضي الله عنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأعتاد والأدراع أشياء منقولة، فدل على أنه يصح وقف المنقول كما يصح وقف الثابت. نعم. وأن يكون على بر، هذا الشرط الثاني، أن يكون الوقف على بر. الوقف على قسمين، وقف على جهة ووقف على معين. فالوقف على الجهة مثل على المساكين، وقف على المساكين، وقف على المساجد، عموم المساجد لا مسجد معين وإنما عموم المساجد، أو على المساكين لا على مسكين معين، أو على الفقراء أو على اليتامى، هذا وقف على جهة يشترط فيه أن تكون الجهة جهة بر. فإن كانت الجهة جهة معصية لا يجوز الوقف عليها كالكنائس وكتب الضلال وغير ذلك من الأشياء التي هي محرمة، فلا يجوز الوقف عليها. والوقف على القبور لإشحالها لإسراجها أو للبناء عليها أو لوضع الستائر عليها أو الوقف لتسريجها وإضاءتها، هذه أوقاف على إثم وليست على بر، وهي إعانة على الباطل. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فبناء المساجد على القبور هذا إثم ولا يجوز التوقيف عليه، وكذلك الوقف على إضاءة المساجد الأنوار، الوقف على إضاءة المقابر بالأنوار هذا أيضا إثم ولا يجوز الوقف عليه، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. حسن الله إليكم. قال وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. المساجد معروفة مصليات المسلمين، والقناطر المراد بها الطرق التي تبنى فوق المياه، فوق البحار وفوق الأنهار، تبنى فوق الأنهار تسمى الآن بالجسور والكباري. نعم. هذه من المشاريع العامة النافعة، فإذا وقف الغلة على أنه يبنى بها قناطر للمسلمين يمشون عليها أو يبنى بها مساجد للمسلمين يصلون فيها، فهذا جهة بر يصح الوقف عليه. نعم. القناطر أحسن الله إليكم الطرق فوق المياه أو الطرق المرتفعة سواء كان تحتها مياه أو غير مياه مثل الكوبري. طبعا القناطر في الأصل ما كان فوق المياه. والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي. وكذلك يكون الوقف على المساكين
جمع مسكين، والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه، من لا يجد ما يكفيه. والفقراء هم اللي أقل، يعني الفقراء أشد من المساكين، الفقراء لا يجدون شيئا، والمساكين قد يجدون بعض الكفاية. نعم نعم. والأقارب من والأقارب مسلم. إذا وقف على أقاربه فإنه يصح الوقف، لأن هذا من صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجعلها في القربى. نعم. وذمي غير حربي، وكذلك يصح الوقف على الكفار إذا لم يكونوا محاربين، إذا لم يكونوا محاربين فيصح الوقف عليهم، لأن الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما إذا كان الكافر حربيا فإنه لا يجوز الوقف عليه ولا على الكفار المحاربين، قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والوقف على الكافر ليس هذا من محبته، يعني محبة الكافر لا تجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. فالكافر تجب عداوته وبغضه، لكن لا يمنع هذا من الإحسان إليه إذا لم يكن منه إساءة إلى المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا من باب المكافأة ومن باب الإحسان على فعلهم مع المسلمين. أما مودتهم في القلوب ومحبتهم في القلوب فهذا لا يجوز مطلقا، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله. نعم. وصفية وقفت على أخ لها يهودي، صفية هم المؤمنين، وقفت على أخ لها يهودي، فدل على جواز الوقف على الكافر إذا لم يكن من أهل الحرب. نعم. قال وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل. لا يجوز وقف الوقف على الكنائس وهي مصليات اليهود والنصارى. الكنائس هي محل عبادة اليهود والنصارى، ومثلها البيع ومثلها الصوامع كلها من أمكنة العبادة لليهود والنصارى، فهذه مواطن كفر، هذه مواطن كفر لا يجوز الوقف عليها لعمارتها أو لإسراجها أو غير ذلك من ما يعين على بقائها واستمرارها، لأنها مواطن كفر وشرك بالله عز وجل، والوقف عليها من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك نسخ التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل كتابان سماويان من كتب الله المنزلة، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ العمل بهما، فلا يجوز توارثهما وتناقلهما ونسخهما. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر أوراقا من التوراة غضب عليه وقال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك التوراة والإنجيل اليوم لم يبقيان على أصلهما، بل دخلهما التحريف والكذب ودخلهما شيء من التغيير الكثير، فلا يجوز العمل على نسخهما وتداولهما، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وكتب زندقة كذلك لا يجوز الوقف على نشر كتب الزندقة والإلحاد والكفر والكتب التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والأضرحة والشرك بالله عز وجل والتوسل بالأولياء والصالحين، لأن هذه كلها كتب شرك
وكتب زندقة وإلحاد، فلا يجوز نشرها وطباعتها وتوزيعها، ولا يجوز الوقف عليها لإحيائها وإبقائها، لأنها يجب إتلافها، والوقف عليها من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفية التي تصدر الرذيلة وتصدر محاربة الإسلام والمسلمين وتنشر الأقوال الرذيلة، هذه لا يجوز الوقف عليها، وإنما يوقف على الصحف والمجلات النزيهة التي تنشر العلم النافع والمقالات الطيبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذا الوصية والوقف على نفسه. نعم، لا يصح أنه يوقف على نفسه، لأن الملك ملكه، فلا يملك نفسه بنفسه. ومن العلماء من صحح أنه يقف على نفسه، بمعنى أنه يجعل هذا المال وقفا عليه، لا يبيعه ولا يهبه ولا ويستغله لنفعه، فلا مانع أنه يوقف على نفسه بهذه الصفة. هذا على القول الثاني. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.